is calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. خير عليكم. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم. اليوم جايين على بركة الله، بغينا نديرو اون طارت طاطان. هنايا عندنا 8 ديال التفاحات، عندنا 300 غرام ديال السكر، 300 غرام ديال الزبدة اللي غادي نقسمو على جوج دابا تعرفو علاش. هنا عندنا 150 ملي ديال الماء، وهنا عندنا لاناناس اختياري ماشي اجباري. دابا هذا عندنا لا كونفيتور باش غنسقيو لا طارت طاطان ملي تخرج لينا من الفران. دابا غادي نبداو على بركة الله نصاوبو السيرو ديالنا. غادي نخوي فيه هاد 150 ملي ديال الماء، وغادي نخوي فيه نص ديال هاد السكر كامل وما تحركوش. مشيو على بركة الله. يلا معايا باش تشوفوا المتابعة. ما تحركوش، عافاكم ما تحركوش. اللي بغى يحرك يدير هكا. شدوا هاد الطنجرة هادي، غادي نديرو فيها النص ديال هاد الزبدة اللي ها هو، وغادي نخليوه يذوب، وغادي نرميو فيه هاد التفاح ديالنا ونبداو نقلبوه غير بشويه بشويه. فيها هاد التفاح باش نغطيو عليه ونخليوه 5 حتى 6 ديال الدقائق غير باش يترخب، ما يتحلش. الا تحل ما بغيناش نديرو حنا لا كومبوط. كتكتك غنرميو التفاح ديالو في الزبده وتغطيو، خليوه يعرق شويه. دابا غادي ولا فهاد اللون غادي نرميو فيه الزبيده ونحركو بسرعه بسرعه بسرعه. الاختيار سواء غادي ديروا بوغس كراميل او بوغس سالي، سواء غادي ديروا غير طبيعي. انا اختاريت باش نديروا شويه ملح. يلا دابا غادي نخويو هاد الكراميل ديالنا هنا. ما درتش هذاك، حطيه حطيه حطيه، غادي يحرق ليا كلشي. الكراميل ديالنا بعد ما حطيناه هانتوما كيبدا يقصح شويه، ولكن ما تخافوش منه. دابا غنبداو كنستفو فوق منه التفاح، وهانتوما متابعين معايا. هذاك التفاح اللي درناه هانتوما شوفوا طيابو كي دايره، ماشي هانتوما راه قاصح. هنايا غتبداو تعمرو بلاناناس، ديرو بحال هكا هكا الطريفات زوينين. وهانتوما شفتو دابا الشكل الاخر، كديروا ليه بحال هكا بحال هكا بحال هكا، وكتخويو ديك الزبيده اللي بقات في الطنجره. دابا غادي نمشيو نصاوبوا العجينه ديالنا باش نشوفوا لا سويت. ها هي لا باك فيتي ديالنا، غادي نبداو نطلقوها بشويه بشويه. اللي غادي نقول لكم هو راه كي كنقول لكم واحد النهار غندير لكم التقديم ديال لا باك فيتي باش تشوفوها كي كدار، ولكن اللي غادي نقول لكم هو الله يخليكم جربوا تسهلوا على راسكم الماموريه وتبداو تشريوها. 300 ريال ما الحقيقه كان شحال من 300 ريال كنخسروهم غير في والو. وهذه كتشريها وتلوحها في الكونجيلاطور وتبقى عندك حتى 6 شهور. بعد ما درناها في هذا السمك هذا وفي هذا اللي سميتو الطول والعرض، دابا غادي يلا تابعوا معايا نشريو العجينه ديالنا. بعد ما سليناها دابا غادي نحطوها فوق من لي بوم ديالنا. ودابا انا غادي تحيدوا دوك القنيتات اللي شايطين بحال هكا، وغادي تزعموا وتجمعوها بحال هكا. المهم في هذه المرحله دابا غادي نبداو نجمعوا هكا الجنيبات كي قلت لكم، ما تخافوش منها، راه كتخرج شويه الزبده ولكن راه مزيانه، راه هكا خاصها تكون. دابا غادي نثقبوا شويه هنايا ثقبه، وهنا غنمشيو نثقبوا بشويه 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 بشويه. دابا بعد ما كبرنا شويه هاد الشمينه باش ما تطرطقش لينا لاباط، هنايا درنا نغيزه، درنا صفر ديال البيضه ونغيزه ديال الخل باش ما تطلقش علينا ديك الزفوره ديالو. دابا غادي نخشيوها في الفران ملي نكونوا غنشعلوه من التحت، وغادي نخليوها ساعه حتى ساعه وشويه. وغادي ملي طيب مزيان نحسو بها الطبط غنشعلو عليها شويه من الفوق واحد قسمين حتى لربع ساعه. يلا الطاقه ديالتنا وجدات،
غنقول لكم طلقة واحد الريحة، ريحة الزبدة وريحة الكغامل ما نقولش لكم عليها، نقلبها ونعود نتلاقاو. في هذه المرحلة هذه ملي خرجنا من الفرن وقلبناها، ملي خرجناها وقلبناها غادي نجيبو الكونفيتور وندهنوها به بحال هكا. انا راه ما وريت لكم التدهنت، وغادي ملي نساليو صافي نخليوها تبرد واحد ساعة حتى ساعة ونص عاد نقطعوها. هذه لا طارت ديالنا بعد من ساعتين في ولا ثلاثة سوايع، قول خمسة كاع ستة سوايع، الحقيقة خليتها ستة سوايع ما نقولش لكم عليها، طلعت في واحد الشكيل زوين 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 زوين. لا طارت غادي نبداو نقطعو. نقطع غير طريف صغير. شوفوا بان لكم، انا غندير لكم ثاني الكواليس. ماشي اوكي، سي فري سي تري بون. يلا بالصحة والعافية. اللي ماشي ابوني تابونا ويفعل الجرس باش يجي كل جديد، واللي ابوني بارطاجي. الله يخليكم، ولايك لايك لايك لايك، راه قتلتوني باللايك، انا فقيرة من اللايك. واو بقى نقول لكم مع السلامة، استودعكم الله. Calling, but it's hard because I'm falling.